السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إخوان. زيتيو 253، بالنسبة لزيتيو 283 تقريبا نفس الأشياء التي نقوم بها، الاختلاف فقط في الفريموير أو التحديث. يعني خذ لك فريموير مناسب لمدمك، لا تستعمل الخاص ب 253، استعمل التحديث أو الفلاش الخاص ب 283، أما الطريقة فتبقى تقريبا نفسها. هذا للإشارة فقط. إذا هذا الفيديو سأقوم، هو الجزء الثاني من الفيديو السابق، يعني هو تكمل الفيديو السابق. سأعرض فيه أو سأقوم بعرض فيه طرق، صح تعبير، طرق أخرى أو بديلة لحل المشاكل أو أغلب المشاكل التي نواجهها. من أشهر المشاكل التي نعرفها عن هذا المودم، هذا المودم يتوقف على البلو باور، وهذه مشكل شائع. كذلك مشكل آخر، المودم يتوقف على الدياغنوستيك بورت، يعني البلو باور ستجده في الغالب على الدياغنوستيك بورت اللي هو ZTU انترفيس كوم. أحادي يظهر فقط بورت واحد ZTU. الأمر آخر، بعض الأحيان يكون المودم عالق على الكوالكوم بورت، أيضا سنشرح ما هو الكوالكوم بورت أو شرحناه في فيديو سابق. إذا هذه أشهر الأوضاع التي نصادفها. لكن وجدت أن هناك مشكل آخر، بعض الأحيان تقوم بعملية الإصلاح، تمرر الدامب للمودم عبر الكوالكوم، يعني بطريقة CMD تمرر له الدامب، يمر الدامب. من المفروض عندما يمر الدامب المودم يرجع إلى طبيعته، لكن يبقى المودم عالق على نفس الوضع اللي هو الكوالكوم أو الوضع دياغنوستيك. يعني إذا دخل في وضع دياغنوستيك يبقى عالق على وضع دياغنوستيك، إذا كان عالق على الكوالكوم تمرر له الدامب، يمر الدامب بنجاح، تنتهي العملية، ولكن لا شيء يتغير، يظل المودم عالق على وضع الكوالكوم. وهذا هو المودم التي تلاحظونه في الصورة، هذا الروتر وهذا المودم كان من سابقا عالق على وضع الكوالكوم. يعني بعد جهد جهيد ذهب إلى وضع الدياغنوستيك بورت الأحادي، أتكلم عن الدياغنوستيك بورت وليس الآن الفاكتوري مود، ومع ذلك لم يتغير أي شيء. يعني وكان يعني هذا المودم يرفض تماما الدخول في وضع الفاست بوت. يعني هناك طريقة CMD إصلاحه أو تمرير الدمب عن طريق CMD، هذه تنجح ولكن لا يتغير شيء. والطريقة الأخرى هي فاست بوت، هذه الطريقة يرفض المودم هذا الدخول في وضع الفاست بوت. سأشرح لكم ما هي الطريقة التي اتبعتها، جربوها إن شاء الله تنجح معكم. مباشرة نبدأ في الحل. المودم كما تلاحظون يعمل الآن، لذلك قد نجد بعض الاختلافات الآن لأن المودم أصبح يعمل، في السابق كان لا يعمل. بالنسبة لوضع الكوالكوم، للذي لا يعرف كيف يدخل المودم في وضع الكوالكوم، أولا تقوم بإدخال المودم في وضع دياغنوستيك، ها هو دياغنوستيك، أو يكون المودم أصلا متوقف على الدياغنوستيك البورت الوحيد، دياغنوستيك بورت واحد. سأتأكد إذا كان المودم في وضع لاحظ هنا، نعم المودم الآن في وضع الفاكتوري. وضع الفاكتوري تظهر أكثر من بورت، يظهر ZTU دياغنوستيك وZTU NMOA، يظهر البورت الأول والبورت الثاني. إذا كان يظهر بورتين معناها المودم في وضع الفاكتوري. إذا كان يظهر فقط هذا ZTU دياغنوستيك انترفيس واحد، معناها المودم عالق على اللمبة الزرقاء أو البلو باور، ويحتاج إلى إصلاح. وبعض الأحيان يظهر لك الكوالكوم. إذن لإدخال المودم في وضع هذا الوضع، احتاج أولا ضحه في هذا الوضع، ضحه، الأفضل أن تضعه في هذا الوضع. حتى لو لم يدخل في هذا الوضع، جرب لامس النقطة التي تلاحظونها والقطعة الحديدية في المودم. عندما نفتحه نلامس النقطة والقطعة الحديدية إذا أردنا إدخال المودم في وضع الكوالكوم. أعيد، إذا أردنا إدخال المودم في وضع الكوالكوم احضر شيء وليكن شيء رقيق، يعني القطعة أو السلك الحديدي الذي تحضره لا يكون قطره أكثر من دائرة. بعض يحضر سلك ثخين أو عريض وأكثر من هذه النقطة، ويحاول أن يعمل تلامس بينه وبين القطعة الحديدية. دائما القطر يكون أقل، يساوي أو أقل من النقطة التي تلاحظها هنا. لمس بين النقطة، أنا كنت أستعمل سلك رقيق نحاسي أو إبرة، تستطيع استعمال إبرة. قم بعمل لمس القطعة مع هذا، يعني بعمل انحناء للإبرة أو للسلك حتى يلامس هذا المكان وهذه النقطة،
بعدها قم بفتح زر الباور من الخلف، يعني زر القاطع هذا الذي يوجد خلف المودم. بعد أن تلامس ابقى ملامس بين النقطتين، بين القطع الحديدي وهذه النقطة، افتح القاطع يعني الزر الذي خلف المودم، اشتعل المودم، ابقي على هذا التلامس لمدة 3 ثواني، ثم اسحب يدك. ستلاحظ أن المودم طبعاً الحال عندما تكون ملامس وتفتح المودم لا يظهر أي بورت، يتوقف قليلاً هكذا 3 ثواني 4 ثواني، اسحب الإبرة أو اسحب السلك، سيظهر عندك الكوالكوم بورت. لماذا لا أريد إدخاله الآن؟ لأنه الآن نراه في الوضع طبيعي، استطيع إدخاله بسرعة، سأريكم طريقة إدخاله إذا كان المودم يعمل. يعني إذا كان يمكنك الدخول في وضع الفاكتوري بسهولة، فأيضا يمكنك الدخول في وضع الكوالكوم بدون أن تفتح المودم. أتمنى أن تكون هذه الأشياء واضحة، رجاء التركيز. يعني إذا كان المودم يعمل يمكنك إدخاله في هذا الوضع، يعني يظهر عندك أكثر من بورت، إمكانك أو بإمكانك إدخاله في الوضع الفاكتوري. إذا كان المودم يستطيع أو تستطيع إدخاله في هذا الوضع، فبالتالي تستطيع حتى إدخاله في الكوالكوم حتى دون فتح المودم. لكن إذا كان عالق تحتاج إلى فتح المودم وإجراء هذا التماس. نكمل. إذن في البداية سأحتاج إلى هذه الأداة. ها هي ZTU. أين هي هذه؟ بالنسبة لهذه الأداة أي موجودة هنا، أداة KPST هي الأداة، هذه هي التي نقوم بإدخال المودم في وضع الفاكتوري. سأقوم بفك الضغط على هذا الملف. إذن هذا هو. قلنا المودم في عفوا المودم في وضع الدياغنوستيك أو في وضع الفاكتوري، كيف نقوم بغلقه إذا أردت أن أقوم بغلق المودم أو إخراجه من هذا الوضع؟ بالكي تولز هنا يوجد باك أب فروم فاكتوري. هو هذا الملف يقول لك ما هو البورت، 1.12. إذا أنا عندي 12 أضع 12، أغلقت المودم. الآن المودم خرج من وضع الفاكتوري. نعم أغلقت المودم، خرج المودم. لاحظوا خرج المودم من الفاكتوري، لا يظهر أي بورت الآن. إذا أردت إدخال المودم في الوضع فاكتوري بسيطة، كل ما عليك هذه الأداة، استعمل هذه الأداة. لو قمت بالضغط مرتين على هذه الأداة سيدخل المودم في وضع الفاكتوري. إذا كان مودمك طبيعي ليس فيه أي مشكلة، يعني يدخل ويخرج في الوضع فاكتوري، فتستطيع الدخول في وضع الكوالكوم بسهولة، لأنني أنا ذاهب إلى وضع الكوالكوم. أما إذا كان متوقف على البورت الوحيد أو متوقف على إذا كان على الكوالكوم فنحن سنعمل بالكوالكوم. إذا كان على البورت وحيد لا بد أن تلامس النقطتين من أجل الدخول في وضع الكوالكوم. إذا أنا عندي المودم تم إصلاحه، يعني سابقا كان عالق على وضع الكوالكوم. ماذا أفعل؟ كيف استطعت حل هذا المشكل؟ الآن للذهاب إلى وضع الكوالكوم أنت ستلامس النقطة كما شرحنا في الصورة، ستلامس بين النقطة هذه والقطعة الحديدية، لكن حتى يدخل في وضع الكوالكوم أنا بالنسبة لي ماذا أفعل؟ أدخل إلى الفاست الكي تولز مرة أخرى، فقط من هنا أفتح السي أم دي. كيف أفتح السي أم دي؟ أروح لهنا في المكان هذا، ونكتشف العنوان تاع الملف لك فتحه كي تولز. راني في كي تولز، راني في ها هو فاست بوت مود أندرويد هذا الملف. نجي للكي تولز، هنا الكي تولز نفتح السي أم دي. أنا عندي في الويندوز 11، كليك باليمين وضغط أوبن هير. استطيع أيضا ضغط هنا وتكتب سي ام دي هنا الفوق. هناك اكثر من طريقه لفتحها. فتحت سي ام دي. عندي واحد الامر نحتاجه هو هنا، هذه اوامر سي ام دي. دائما الامر الاول هذا، لاحظ البورت انا عندي 12. اذا ايضا هنا البورت نتاع هنا بي بورت. دائما الى عندك البورت 5 اكتب هنا 5، الى عندك 4 اكتب 4، الى عندك 7 غير ذلك البي، الرقم الذي بعد البي غيره على حسب البورت الذي يضعه. انا عندي 12 اني مسجلها من لينتا. إذن أضغط هذا، أنسخ هذا الأمر هنا وأضغط أنطري. شفتوا المودم؟ راه دخل في وضع الكوالكوم. كنت تشوفوا لتحت، نجبد هذه السي أم دي. شوف هنا كي دي لودر يو إس بي، هذا 980، هذا هو ما يسمى بالوضع، يسمى هذا الوضع يسمى وضع الكوالكوم، أو الكوالكوم يو إس بي 9008 كوم 9. أنت قد يظهر عندك كوم آخر. إذن أدخلت المودم بسهولة. أنت إذا لم تنجح معك طريقة إدخال هذه، بطبيعة الحال إذا لم يكن المودم أو مودمك
في حالة غير طبيعية، يعني كان عالق على وضع دياغنوستيك أو البورت الوحيد، ستحتاج إلى عمل التماس أو تلامس بين النقطتين. هكذا شرحناها، وأتمنى أن تكون إذا أردت أن تفهمها ارجع للفيديو السابق أي مشروحة فيه كيف تقوم بعمل تلامس، أو بحث في القناة تجد هذه طريقة الشورت هذه. الآن حصلت على البورت المطلوب، أنا ماذا نفعل؟ شوف في الوضع العادي، نفهمك حاجة، شوف في الوضع العادي يعني عندما كان المودم عالق على وضع الباور، الحل وين راهو؟ نجيبوا التحديث ننسخه هنا ونروح لهنا، هو الملف كيتونز اللي كنا ندخله منه المودم في وضع الكوالكوم. واش نديرو من هنا؟ كان هاد الايقونة، شوفها مليح، سويتش زيت يو سويتش تو فاست بوت سي ام دي، يعني ادخال المودم في وضع الفاست بوت. بهذا نكليك عليها راح يولي المودم او الحاسوب يتعرف على المودم على شكل هاتف. نجربوها نجربوها. الان المودم راهي قال لي كيف تحتها، قال لي واش هو البورت اللي راه عندك؟ عندي البورت 9 كي دي لودر 9، هذا الكوالكوم. ما هو البورت كوالكوم؟ هو 9، كتبت ليه 9، اضغط انتري. شوف 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 هنا، شوف الاندرويد بوت لودر انترفيس. شوف هنا الان الحاسوب تعرف على المودم ودخل في وضع الفاست بوت. دخل في وسط، كي ندخلوا لهذا الوضع معناه فرات. اذا وصلت الى هذا الوضع اعتبر الحل تم، محال توصل لهذا يعني هذا الحد وتقول لي ما باش يصلح الكوالكوم. صح كاين حالات يبقى المودم عالق على الكوالكوم، دياغنوستيك بورت الاحادي موجوده هذه، لكن الفاست بوت لما يصل المودم الى فاست بوت فتم حله. الان استطيع تمرير الدمب، كيف نمرر الدمب او الفلاش؟ كونتيني. واش نديرو؟ نرجعو للملف هذا، ها هو، ونضغط على ضالون ان حطينا فيه الفلاش، هذا الفاست بوت حطينا هنايا الفلاش الخاص به المودم هذا 253. اذا نضغط على زي تي يو ضالون ونتركه. طبعا اذا طلب مني البورت ما يطلبش منك البورت، راح يبدا مباشره يمرر التحديث، نتركه حتى ينتهي. انا الطريقه هذه جربتها ونجحت معي، لكن سابقا عندما كان عالق لم تنجح هذه الطريقه، لم تنجح. شوف دوك نولي نخرج المودم من هذا الوضع، نطفيه، نعاود نشعله، دوك المودم يرجع للوضع. شوف شوف مليح، معليش نستعمل شويه العاميه يعني حتى ايوه. شوف المودم هنا رجع للوضع الفاكتوري. اذا قلت ناتي الى الحاله التي المودم فيها يرفض، هاو المودم الان في وضع الفاكتوري يعني يظهر اكثر من بورت. لو كان متوقف على البورت واحد اللي هو زي تي يو دياغنوستيك انترفيس، الثاني لا يظهر، يعني هنا راه عالق على الباور او البلو باور او عالق على هذا البورت، او كان متوقف على الكوالكوم بورت. سواء يقبل الاصلاح يعني تمرر له الدامب ويقبل هو لا يتغير، سواء كان لم يمر اصلا الدامب. ما هي الحيله؟ هنا اجرب او تجرب معي هذه الطريقه، ما هي؟ نعود الى الملف، لاحظ هنا عندي زي تي يو 253، ماذا يوجد فيه؟ ساقوم بفك الضغط عنه، احتاج هذا الملف. طبعا لن امرر له تحديث زي تي يو، هذا الزي تي يو لن امرره، انا فقط ساحتاج الى الفاست بوت والكيتولز. اولا سادخل المودم في وضع الكوالكوم، انت ستلامس النقطتين، اما انا ساستعمل الطريقه هذه. هذه الطريقه اذا كان المودم ليس فيه اي مشكله تنجح، اذا لم يكن المودم فيه او كان المودم عالق لا اعتقد انها تنجح معك. اكتب هنا سي ام دي في داخل هذا الملف الكيتولز، هنا اكتب سي ام دي، سي ام دي هكذا، واحضر له الامر هذا، هذا البورت 12، يا بورت 12 او عندي بورت 12، لا داعي لتغيير البورت او البورت. الان ادخلته في او دخلت المودم في وضع الكيدي لودر او ما يسمى بالكوالكوم بورت.
دخلته في وضع الكوالكوم. هاو الان المودم في وضع الكوالكوم، هذا وضع الكوالكوم تظهر فيه 9008. الان ماذا احتاج؟ تجرب معي هذه الطريقه، اذا لم تنفع طريقه ادخال المودم في وضع، يعني من المفروض نضغطوا على زي تي يو سويتش تو فاست بوت، يتعرف المودم على او الحاسوب يتعرف على المودم على انه هاتف اندرويد يظهر هنا. لكن هذه الطريقة عندما يكون عالق على بورت واحد او عندما يكون عالق على وضع الكوالكوم بعض الاحيان لا تنجح. اذا من الكوالكوم ساجرب طريقة اخرى، ما هي؟ نذهب الى فاست بوت، انظر عدد الملفات 4 و4، 8 ملفات فقط. ماذا افعل؟ احضر تحديد، اين هو تحديد رقم 5 مثلا الخاص ب انت 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 جرب تحديد، اذا كان عندك زي تي يو 283 جرب اين هو هذا، جرب تحديد 283، ها هو اين هو 283، جرب هذا فريم ويل خاص ب 283. انا ليس عندي عندي 253، اذا اجرب هذا، ناخذ جميع الملفات هنا تحديد الخاص ب 253، هناك اصدار 8 واصدار 5، انا جربت اصدار 5، ونذهب اين هو الملف هذا، اهو نذهب الى الفاست بوت هذا اللي فيه 8 ملفات وانسخ التحديث هنا باس. هذه في حاله لم يقبل المودم الدخول في الفاست بوت، جرب هذه الطريقه، هذه الطريقه اللي نجحت معي. يعني جربت العديد من الحلول وجربت العديد من الطرق الموجوده على الانترنت وكذا كذا، لم تنفع معي ادخاله في الفاست بوت، لكن هذه الطريقه التي استطعت ادخاله في الفاست بوت. ماذا افعل بعدها؟ بحث عن هذا ايدل او اكس او ديل اي اكس، هذه هذا البرنامج، اذا ابحث عنه هنا داخل الفاست بوت، داخل ملف الفاست بوت هنا حوط عليه، واش ندير له؟ راه المودم في وضع الكوالكوم، نقرا عليه مرتين، يقول لك اضغط انتري، اضغط انتري خليه هنا. مهما كان المودم معقم ولكن يدخل بالسيف منه، يدخل في وضع الاندرويد، اهو شتو بوت لودر انترفيس، هاو دخل في وضع الاندرويد، ها ظهر وضع الاندرويد. ايه ما نحتاجش، بغيت تخليه يكمل خليه يكمل، انا ما نحتاجش نكمل، انا كنت هنا نحبسه لانني مجرد اني نحصل على الفاست بوت اندرويد كذا تستطيع اغلاق النافذه، بغيت تخليه يكمل خليه يكمل. هي في الغالب انا كنت نخليه يكمل بصح ما تنجحش، انا المهم نحصل على البورت، انا ما يهمنيش شغل نبداها بهذا، نحل مشكل عدم ظهور البورت لما نحصل، لانه شوف باش تصلح مودم لابد من منفذ، سواء الدياغنوستيك بورت الكوالكوم بورت، المهم هناك يو اس بي او لان، لابد من منفذ من اجل الدخول المودم واصلاحه. هذه الاشياء تكون مفهوم. الان هو ما نجحتش، يعني ما نجحتش، واش كسبت انا بالطريقه هذه؟ خلاص انا ما يهمنيش، انا هنا انتهت العمليه، هنا كي قال لك يعني انتر بوت لودر ودخل في الوضع الفاست بوت، خلاص كنت قادر نغلق. لكن خلاص الان انا حتى لو ما نجحش، يقول لك هنا فايل، حتى لو ما نجحش هنا العمليه انا ما يهمنيش، راح حصلت على البورت. بما اني حصلت على البورت واش ندير؟ التحديد اللي حطيته هنا في الفاست بوت واش هو؟ هو 953، معناه اني صحيح. نضغط على زي تي يو دالون راح يتليشارجا التحديد، نضغط على هنا زي تي يو دالون راح يمشي التحديث. نجربوها نجربوها، انا نحقق راي فيه، ولكن لو بينا نجربوها نجربوها مره اخرى. نخليها يعني كي تضغط على زي تي يو دالون انت ترسل التحديث عن طريق الفاست بوت. الان الحاسوب متعرف على او متعرف على المودم على انه ها هاتف، خليه يرسل. اذا هذه انا والمودم هذا اللي كنت تشوفوه الان راه يعمل واني نخربش عليه، الان اصبح ملكي، سابقا لم يكن ملكي، الان اصبح ملكي، استبدلته في مودم اخر، استطيع ان اجربه. بالفعل ساتركه فقط للتجريب، كان عالق لاكثر من اسبوعين عالق، ونظرا للوقت وضيق الوقت لم اجد اي وقت لاصلاحه، الان قمت باصلاحه. او نتاكدوا نتاكدوا او باش نخرج من المود في فاكتوري او باك فروم فاكتوري عبر السي ام دي، اهو خلي يظهر الدياغنوستيك. واش الفرق بين البورت الواحد والبورتين؟ لما يكون في البورتين يعني يظهر زي تي يو ان ام او ا
والزيت يو دياغنوستيك معناها راه هنايا في الفورما او في عفوا الفاكتوري مود. لما يكون يظهر غير بورت واحد معناها راه عالق على بورت واحد. واش هو البورت 12 اغلق؟ بعض الاحيان تضطر انك تعاودها مرتين. يلا او عاد فهمنا او خرجنا دوك ندخلوا الصفحه الرئيسيه نشوف المدمله كانها مفتوحه ولا تاكد ادمين او مليح او مليح. نعم هو نوع التحديث اصدار 5 ايمي. نعم كذا اصدار 5 اين هو؟ هو زيزيو كذا 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 ادريس سوفت وير فيرسيون ها اصدار 5 بي 05. كان اصدار 8 لكن اصدار 8 دائما فيه مشاكل في الشبكه. في الاخير اخوان اتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو. ماذا عسى اقول، دمتم في امان الله والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.